أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد زغرب واليوم جيتكم بفيديو جديد. اليوم مع بعض رح نعمل اختبار عملي بسيارة الفحص اللي هي فولفو فينيتي أوتومات. اليوم رح نعمل درس عملي انطلاقا من موقف السيارات اللي احنا واقفين فيه اللي رح نعتبره مركز موقف سيارات الفحص. رح ننطلق من هذا الموقف. طبعا اول ما بنقعد بالسياره دائما بنظبط الكرسي، بنظبط المرايا، بنظبط الدركسيون. اول شيء الكرسي، بعدين المرايا، بعدين الدركسيون، وهذه الامور انا شرحتها بفيديو سابق لحالها شو الشغلات اللي لازم نعملها. تمام، نيجي بنحط الحزام الامان وكل شيء تمام، نشغل السياره، حط للخلف، بدي ارجع للخلف، بنتبه على الطريق منيح ما في حدا، نزل فرام الايد وبرفع رجلي شوي شوي عن الفرامل، راح الاحظ انه السياره بترجع لحالها. طول ما انا برجع لازم راسي يضلوا يلف. تمام، ببلش اكسر الف الدركسيون حسب انا وين بدي اروح، حسب الوجهه اللي انا بدي اروح عليها. تمام، درايف، انتبه منيح قبل ما تمشي دائما في التقاطع، اعطي اشارة لليمين بما اننا بدنا نروح على اليمين. شوف الرؤية محجوبة، خفف سرعتك كتير وانتبه منيح منيح منيح، ايوه، بعدين تمشي. هاي شغلات كتير مهمة وكتير بتفرق مع الفاحص. لاحظوا كيف هذا واقف، بحاول اخفف السرعة وانتبه عليه واشوف هو شو بده يساوي او على شو ناوي. لو تأخر بحاول انتبه وراي ما في حدا. لاحظوا اجت سيارة من الامام ما فيني اتجاوزه. نروح على اللي هو اليمين، نتمركز اقصى اليمين، نعطي اشارة هان عشان ما نبين انه احنا بدنا نفوت على محطة الوقود، وننتظر اللي هو السيارات او ننتظر الدوار يصير فارغ. الأولوية دائما للدوار اذا في سيارات في الدوار. لو اللي بيعطي غماز دائما بيسهل علينا، بس في ناس كتير للاسف ما بتعطي غماز، وبهيك احنا بنضلنا واقفين لانه احنا ما عارفين هم شو بدهم يساووا. تمام، وصلنا لاخر سياره تقريبا. تمام، لاحظوا حتى هذا انعطفت بدون ما تعطي غماز، وهذا بيخلينا نضلني واقف، مجبور اضلني واقف وانتبه لانه هي ممكن ما هي ممكن تكمل في الدوار. لهيك مهم جدا الاشاره دائما، واحاول دائما ما اتعامل مثل هاي الناس لانه هاي الناس فعلا بتصعب موضوع القيادة على الجميع. بسرعة 50 كيلومتر بالساعة الفاحص قال لي روح باتجاه الإيفيرا. هان بقول لي أنت تقود في طريق سوف يأخذك للطريق الإيفيرا، هاي هي اللوحة. بضلني ماشي سرعة 60، لما أوصلها ببلش أرفع سرعتي لل 60 كيلومتر في الساعة. أجتني لوحة تانية بتقول لي إنه الإيفيرا لليمين، الإيفيرا ليكو السهم، الإيفيرا لليمين. ببلش أجهز حالي، هاي لوحة المخرج شفتها، بعطي إشارة لليمين. لما أشوف لوحة المخرج هاي معناته أنا بدي أطلع من قبلها. لاحظوا ها نحن فتنا طريق سريع. فتنا طريق سريع ومن الطريق السريع راح نفوت على الإيفيرا الأوتوستراد. في سيارات بتيجي من يميني فبنتبه منيح أنا وأنا ماشي. أنا هلا لازم أنتقل على الحقل اليمين، مراية وسط، مراية يمين، زاوية ميتة، غماز، وانتقل على اليمين لأنه هذا الحقل راح ينتهي. السرعة 80 كيلومتر بالساعة،
ايديك الاثنين على الدركسيون، كل شوي تطلع بالثلاث مرايا، حتى لو كان في طابور سيارات وراك حاول انك تضلك ماشي بنفس سرعة الشارع، ما إلك علاقة بالناس اللي وراك ابدا، حتى لو قربوا عليك انت ما إلك علاقة، انت خليك ماشي بسرعتك اللي هي 80 كيلومتر بالساعة وما إلك علاقة بحدا تاني. بدنا نطلع على اللي هو الافيرا ستوكهولم، لانه في عندي افيرا ستوكهولم في عندي افيرا سونسفال، فهو رح نفترض قال لي روح على ستوكهولم، لانه لو طلعنا من هان فاحنا هيك رح نسحبها على الاقل 40 دقيقة لنوصل لطريق ونرجع منه. احضر امامك منعطف قوي، في قدامك منعطف قوي، برفع رجلي عن الوقود، بحط رجلي على الفرامل بهدوء جدا، وبترك السيارة بفرمل للسيارة بهدوء بحيث انه ما يحس علي الفاحص ان انا حاليا عم فرمل، لان انا بصراحة ما بفرمل، انا بخفف سرعة السيارة فقط. ظهرت لي لوحة 110، لما بوصلها من عند ما بوصل ال 110 ببلش ارفع سرعتي لل 110، وبنتبه وراي كمان على المرايا. لاحظوا انه هذا الاوتوستراد انا ما في داعي انتقل على الحقل اللي هو اليسار، لانه الطريق هو حقل بيكمل للامام. تمام، الفاحص قال لي بدك تطلع من اللي هو تروح على يافلا، بدنا نطلع على يافلا، هاي يافلا على المخرج هذا اللي جاي، شو بعمل؟ بعطي إشارة، بفوت الحقل من أوله، وهان برفع رجلي فورا عن الوقود واترك السيارة تفرمل لحالها، ولو حسيت أنه السيارة سريعة وفي منعطف قوي عندي بحط رجلي على الفرامل بهدوء، بخفف سرعة السيارة بهدوء شوي شوي. لاحظوا خاصة أنه فعلا في عندنا منعطف قوي وخطير هان، تمام. راح الفاحص قال لي روح باتجاه يافلا، بنتبه منيح على الشاحنة وما تخافوا منها ابدا. وهان لازم اغير حقل القيادة، مراية وسط يسار زاوية ميتة ما في حدا، وبنتقل على يافلا حسب الخلتات او اللافتات الموجودة فوق. لما تصادفك شاحنة قدامك او وراك حاول ما تخاف ابدا، طلع على الشارع كمان، السرعة 70 كيلومتر في الساعة. مراية وسط يسار زاوية ميتة ما في حدا، اعطي اشارة واطلع. 50 كيلومتر في الساعة، ارفع رجلك واترك السيارة تفرمل لحالها، او فرمل بشوي، فرمل بهدوء عشان توصل للسرعة المطلوبة. راح نروح للامام، مركزنا على اليمين لانه بدنا نروح للامام في الدوار، ننتبه في الدوار ما في داعي نوقف طالما ما في حدا، بنضلنا على اليمين اليمين بهذا الشكل، وهان نعطي إشارة لليمين وننتبه ونكمل طريقنا، لأنه هذا دوار كبير. لاحظوا أننا وسيارة تانية فتنا الدوار بهذا الشكل، فتنا وطلعنا مع بعض. طبعا إذا ملاحظين كل الناس عم تحاول تتجاوزني لأن أنا ماشي بسرعة أصلا الطرق،
فما إلك علاقة بالناس أنت بشو بيمشوا، هدول هم خلصوا أخذوا الشهادة وخلصوا، ما إلنا علاقة فيهم. إحنا إلنا علاقة أن إحنا نسوق قانوني مشان ناخد الشهادة، والأفضل كمان أنه نضلنا نسوق هيك لبعد ما ناخد الشهادة. إشارة حمراء من بعيد، برفع رجلي، بحاول أخفف سرعة السيارة بهدوء، بحاول أتجنب الوقوف. لاحظوا فعلا زبطت الخطة وكملت طريقي وما وقفت، وهذا شيء إيجابي إلي عند الفاحص. طيب هلا انا لو بدي ابدل حقل القياده لليسار المفروض شو اعمل؟ لاحظوا انه الباص واقف، لازم يوقف. اذا انا بدي ابدل حقل القياده لليسار مثلا شو لازم اسوي؟ بطلع بالمرايه الوسط، المرايه اليسار زاويه ميته، وبنتقل على الحقل اليسار. احنا حاليا راح نبدل حقل القياده بشكل عملي عشان تشوفوا كمان كيف راح نبدله، بس راح نبدله لقدام لان لسه ما وصلنا للهدف اللي احنا بدنا اياه. لاحظوا معي راح نبدل حقل القياده بعد الاشاره الضوئيه، لازم بعد الاشاره. لاحظوا مرايه وسط، مرايه يسار، زاويه ميته، إشارة، وانتقل على الحقل اليسار. رح نفوت على اليسار، اليسار بنعطي إشارة بنفوت الحقل من بدايته، شايفين كيف من بدايته بنفوت. هاي شغلات مهمة جدا جدا وبتفرق كتير مع اللي هو الفاحص. دائما لما توقف ورا السيارة اترك مسافة آمنة بينك وبينها. لاحظوا ان السيارات اللي قدامك كيف ملزقة ببعض، لو عملت هذا الشيء مع الفاحص اكيد اكيد راح يرسبني. مثل ما اتفقنا اذا كنت قريب كتير من الاشارة الصفراء ما في داعي توقف لما تصير صفراء، لما اذا كنت قريب كتير من الاشارة الضوئية وصارت صفراء ما في داعي توقف، كمل طريقك لانه وقوفك ممكن يكون خطر عليك من الناس اللي وراك. مركز صح حسب وين بدك تروح، بما اني بدي اروح للامام لازم اتمركز على اليمين. لاحظوا كيف الاشاره صارت صفراء وانا كنت عند الاشاره بالضبط، فما في داعي اوقف، بكمل طريقي لانه وقوفي راح يكون خطا كبير، ممكن حتى اوقف بعد الاشاره وهيك بكون ما استفدت شيء من وقوفي. معبر مشاه انتبه منيح عليه. لا تنسى كل شوية تطلع من ثلاث مرايا. لاحظوا كيف المشاة، المشاة لاحظوا أنا بوقف هان، ما بروح بوقف عندها عشان ما سكر الطريق هاد. نعم بسمح للمشاة وبعدين أنا بمشي، هاي مهمة جدا ما أوقف هان عشان ما سكر الناس اللي جايين منها. أوكي رح نتمركز صح حسب وين بدنا نروح. في عندي إشارة حمراء، خفف سرعة السيارة بهدوء.
سيارة طفت، ما عندنا مشكلة، اللي بتطفي لحالها بتشتغل لحالها على نمط اللي بيزعل لحاله بيرضى لحاله. اوكي، الإشارة حمراء واحنا واقفين، السيارة ما طفت معي لأن حطيت رجلي على الفرامل والسيارة وقفت بشكل كامل. بمجرد ما أرفع رجلي على الفرامل راح تشتغل السيارة لحالها بدون ما أعمل ولا شيء. تمام، راح نروح لليسار، أعطينا إشارة لليسار. لاحظوا طبعا الأولوية لكل السيارات اللي جاية من الأمام، باجي بوقف هان بعد الإشارة. الدركسيون لازم يكون بشكل مستقيم، أعطي إشارة لليسار وواقف بستناهم حتى تصير إشارتهم حمراء عشان يوقفوا وبعدين أنا أناطف. لا تنسوا بهاي اللحظة الدركسيون لازم يكون بشكل مستقيم، وقفوا معناته إشارتهم صارت حمراء وهلأ فيني أناطف. عم تأشر لي كأنه يعني أنا أخذت حقها بصراحة. لاحظوا كيف أنا هلأ هاي حاولت أنه أنا بقدر المستطاع ما أوقف لها، لكن هي أجت قدامي فأنا كمان ما وقفت، ما رحت ضربت فرام قوي ووقفت مثل ما بنعمل بالاختبار، هذا غلط. ضليتني ممشي السيارة عشان يفهم الفاحص أنه أنا فاهم أنه الأولوية إلي والأولوية مو إلها. رح ناخذ المخرج الاول من الدوار، رح نرجع على المكان اللي جينا منه، رح نتمركز على اقصى اليمين بهذا الشكل. اعطيت اشاره لليمين، لاحظوا انتبه، بفوت بهذا الشكل. نروح على اليسار، بعطي اشاره لليسار، مرايه وسط يسار، ما في حدا، بلف على جهة اليسار. هنروح على نفس المكان اللي احنا طلعنا منه. هيك تقريبا راح نكون عملنا فحص مشابه ليوم الاختبار. نحط الغيار للبارك البي لانها اوتومات، ونطفي السيارة وبعدين بقدر افك حزام الامان، وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا وما تسمعوا غير كلمة جود تشين. بتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو، وكالعادة لا تنسوني من دعواتكم.